اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا معجنات، ولكن بمدرسه المغازي معانا عجينه هنعملها حلو وحادي، هندخلها في نوع من انواع الحلويات مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري والدول الاوروبيه وفي كل مكان، حاجه كده خفيفه على المعده اسمها بغاشه. بغاشه بالعسل وحبه البركه. هنعملها ازاي؟ هي العجينة معانا، وهناخد نفس العجينة بمكوناتها ونعجنها مرة واحدة، هنعمل فطاير الدجاج المقلية المقرمشة، حاجة كده واخدة من المطبخ المكسيكي والطعم المكسيكي زي الفاهيتا، ونشوف ازاي نحولها لفطاير مقرمشة بجبنة شيدر أو موزاريلا. معانا سلطة النهاردة أنا بسميها موسوعة غذائية من المكونات بتاعتها، والصورة الحلوة في مكونات السلطة الروس سلط تتحدث عن نفسها، إذا كان بروتين حيواني من البيض، كربوهيدرات من النشويات والبطاطس، فاصوليا خضراء مفيدة جدا للجهاز الهضمي وكمان غنية بالألياف، جزر، فيتامين سي واحنا محتاجينه في البرد، وأوميجا 3. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، فيها خبرة طهوية بأقل تكلفة ممكن تجيبيها وتعملي مطبخ زي ما انت عايزة. وهي دي الشطارة، انك انت مش عشان تعملي حاجة جديدة وتعملي حاجة مفيدة لازم تصرفي كتير، لا بالعكس، بأقل تكلفة تقدر تخش أي مطبخ في الدنيا وتعملي الأكل اللي نفسك فيه، اللي بتشوفيه في منيوهات مترجم وعايز حد يترجمه، لأن معاك الشيف المغازي بتتابعيه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل طبخة، بس الطبخة دي في المدرسة الطهوية الروسية بيسموها سلطة. أنا ما شفت السلطة فيها تقريباً 8 أنواع من الخضار، فيها بيض، فيها صوص لطيف من المايونيز، طبعاً المايونيز بيتعمل من البيض والزيت، فالسلطة أصبحت يعني مكون غذائي، في بروتين وفي نشويات وفي كربوهيدرات. المقادير على الشاشة: بطاطس قشرناها سلقناها مكعبات، فاصوليا خضراء قلمناها وقطعناها وبسلقناها في ماء مع محلول ملحي، جزر بتقطع كريهات، وكمان بيض مسلوق، وشوية بقدونس حلوين، والخس البلدي بتاعنا، ورقائق من الخبز المتحمرة الجميلة. ما لقيتيش الخبز ده بتجيبي العيش البتبان العادي وبتقطعيه وبيبقى محمر معاكي بالشكل ده كده. تعالوا نتبل السلطة دي كده بسرعة عشان معانا بغاشة. يا بغاشة، بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا مقادير السلطة على الشاشة، تعالوا نتبلها مع بعض. ومعانا الطاسه بتاعتنا فيها الفطاير المقرمشه الحلوه والصوره الحلوه اهيت، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا، ربنا يسعدك يا رب. هشيل دي من هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كده مع الساده المشاهدين هناخد الفاصوليا، البطاطس، السلطه دي البطل فيها المايونيز. اقول لك على حاجه حلوه، ممكن تعمليها بالوايت صوص البارد، على البارد اللي هو يا شيف اللي هو حليب ونشا ياخد توم. فكره يعني، انا بديك افكار انت حره بعد كده، القرار قرارك يعني. بنحط المايونيز بتاعنا، كميه لطيفه حلوه، البهارات بتاعتنا اللي انت حباها، شويه بابريكا حلوين مع زيت زيتون كده. أنا بحب السلطة دي شوية سبايسي، فيها طعم السبايسي، تبقى لطيفة وجميلة. زيت زيتون عادي، ده اختياري برضو، عايزة تكتري الزيت تقلليه مفيش أي مشكلة طالما هو على البارد. يعني إيه على البارد يا مغازي؟ يعني الزيت ما دخلش النار. شوية الزعتر الحلوين الفليفر العالي، ونقلب السلطة الحلوة دي كده. الله. طبعا دي البرزنتيشن بتاعها بيض مسلوق، عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوه خطوه. بيض مسلوق، السلطه دي مشهوره ببعض المطاعم الفاست فود، بتلاقوها في الباترينا كده معموله من ليله قبلها بوقت، ممكن بتاكليها بقى، بتلاقي فيها تفاصيل كتيره مش عايز يعني اتكلم عن حاجه، ولكن افضل انك تعملها في البيت، دي فيها تفاصيل كتيره قوي. السلطات اللي فيها تفاصيل كتيره بجد والله العظيم انصحك تعملها في البيت، يعني فيها مايونيز، فيها صوصات،
خص البلدي بتاعنا الجميل اللي بيخلي الطبق يتكلم مصري. خص البلدي ده مش موجود في اي بقعه في الارض، في خص فرنجي، في خص كابوتشا، في خص هاندباء، ولكن الخص البلدي ده مش موجود. بعمل ايه علشان الشكل ده يبقى حلو؟ بحط شويه سلطه كده واخدها كده زي ما هي. شفت بقى الشقاوة؟ هو ده الشقاوة زي التبولة كده. ونحط السلطة كلها. أنا عايز بعد إذن حضراتكم تشوفوا ترتيب المطبخ وأنا شغال. الحاجة اللي بتاخد وقت حطيتها جنب على النار وكل شوية أبص عليها. أهو العجينة عجينها من قبل عشان أكسب وقت. زي الفل. معانا البيض المسلوق بتاعنا. نخلي الطبق السلطه ده كده عشان مخرجنا الجميل يجيب الصوره الحلوه. ونمسك البيض ده بقى ايه؟ عندك قطعه بيض الولاد بيحبوها؟ اهلا وسهلا، اختياري. معانا خبز مقرمش. ده برضو ما تلاقي يعني ممكن ما تلاقوش في الروس سلطه، مش بيحطوه. مكعبات الخبز بيحطوها ومكعبات التوست بيحطوها مع سيزر سلاط عشان تعرفوا بس ان احنا ايه عارفين وصحيين وكل حاجه، ولكن ده اضافه من الشيف. سلطه زي دي تعتبر وجبه دسمه فيها كل حاجه، مش محتاجه ان انا بقى اروح اجيب كيس خبز ولا اعمل رز ولا مكرونه، فيها النشويات والكربوهيدرات والبروتين وكل حاجه ممكن الجسم يحتاجها على مدار السنين او على حسب العمر. نقطع البيض ده كده. فطاير ما تنساه، ما تقلقش ما تقلقش. حلو قوي. سؤال من خلال السوشيال ميديا، مين طب سأل السؤال عشان نشجع حبايبنا يا استاذ رحاب؟ الحاجه صافيه بتسأل ازاي نعمل الكمونيه. هي من الاسم بتتكلم عن نفسها، كمونيه لحم مكعبات واخد بصل واخد ثوم واخد فلفله زي انت حابه وبتحط لها كمون. بس عشان تعمليها وتشم ريحه الكمون يا ست الكل، والكمون من التوابل الجميلة الحلوة اللي هو صادق. يعني ايه صادق؟ والله العظيم بجد، غير اي توابل. يعني جبت الكمون حصى حمصتيه شوية في الطاسة وطحنتيه بالهون، ريحة الكمون لطيفة وتبقى مش عايزة تمشي من جنبه. ركنتيه كتير بتلاقيه كده هادي وملوش حس ومفيش مش الكمون اللي تحطيه على طبق الفول يخليه يتكلم مصري. فانصحك تجيب الكمون الحصى من عند العطار وتحمصيه شويه كده وفي قلب ايد الهون تبقى زي الفل. الكمون طبعا مفيد جدا، طارد للغازات وبيعزز المناعه وبيهدي الكولون وحاجات كتيره قوي. لو قعدنا نتكلم على الكمون من الصبح، انا بحب اكله حصى على وش المخبوزات الجميله. طبق البيض الجميل اللي معايا ده كده، انا عارف ان المخرج بتاعنا الجميل عينه حلوه وبيحبني، هيدلعه. شفتوا البيض اضاف شكل جميل ازاي للطبق؟ هي الروس سلطات كده، طالما حط عليها بيض على طول بتتكلم روسي. حلو الكلام. نشيل دي هنا كده. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.